ممكن نظرك هذه بالك العام الجاي، هذه ما تخليش يدخلوا يخلطوا لكم في الوسط. لكن ما تقدرش تعطي ظهرك، تعطي ظهرك للمجتمع، لان الاستقرار اللي كنت نكلمك عليه ما عندوش ثمن، هذاك ما عندوش، ما يخرجش في الميزانيه. الا تخشون من تبعات ذلك سيد يحيى، من الضغط هذا الكبير على الخزينه؟ ما تخافوش من ردات الفعل اللي فيما بعد؟ ردات الفعل قلت لك شكون مول الدار؟ على الحاكم يحاول يصير الامور بمنطق ويحاول يشرح، لكن مول الدار فهنا في هذه البلاد بعد ربي سبحانه والشعب الجزائري. انا ساعة يقول لك هذا قاسي في خطابي كامل عام ولا كمسؤول عن جهاز الحكومه ولا انا ثاني وليد شعب، لكن بدون الادعاء ان عندي الحقيقه نحاول نبه. عودي بالك هذه الطريقه هذه اليوم تظهر شابه، غدوه بالك ما تخرج علينا بالخير. هذا ولا عفوا سميره. سيد يحيى مول الدار قال مره على ما اذكر انه حتى الاجيال القادمه تسال في في في, في المداخيل. صحيح. حتى الاجيال التي ستاتي بعدنا من حقها ان تاخذ يعني مداخيل بترول، حتى اكون اكثر نعم. صراحه ووضوح. نعم. الجيل الصاعده اذا كان على مستوى الحكومه او الدوله خلصت مديونيه باش ما تخلي لهاش فاتوره في دارها خارجيه. خفت المديونيه الداخليه حاليا، دارت صندوق ادخار جزء من مداخل النفط، تحاول تستثمر اليوم باش ولادنا هذول يجوا غدوه اللي راهم موجودين يوصلوا غدوه يولوا عائلات، والاخرين اللي يجوا وراهم ان شاء الله تحضر لهم بلاد. لكن في اخر المطاف، في اخر المطاف سميره عفوا على سيد الامين العام، فاتوره شراء السلم الاجتماعي ما كان لها ان تستثمر او تذهب في اطار اخر؟ لم يكن هناك حلولا اخرى امام الحكومه على هذه الاطار؟ استثمرت 287 مليار دولار، يعني نقولها لك بالدينار 21 الف مليار دينار. شراء السلم الاجتماعي واش حبيتي نديروا؟ نخليو الشعب يتلهب مع الزيت والسكر ونغلو عليه 50 مليار دينار، او نخلي الشباب يتخبط مع الشوماج وما نسلفلوش، لان في لانساج سلفيه داعم على ثمن القروض وما يشبه ذلك، او ما نخدموش. الا كان علاش نفس الناس هذولي، سامحيني مانيش نجادلك انت احترمك، نسمع الناس يقول لك راهم قاعدين يبذروا وفي نفس الوقت يقول لك اعطيو لهم لوكاسيون شوماج. هل ما فيش تناقض؟ نعطي له دراهم باش يريح في داره كانه القضيه غير قضيه تاع مصروف، ولا نعطيه فرصه يركب اليوم كونترا دومبلوا داتونت وماش نهضر على تاع الشونطيات، ولو حتى الشونطيات كاين اللي يخدموا الشونطيات خدام رجال سيدهم، نعطيه فرصه يركب وان شاء الله يقطع الواد مع بلاده، والعام الجاي حامل شهاده تاع مهندس بلا كاين مصنع يخدمه ولا كاين ثانويه تقنيه تخدمه. هذا هو السؤال. سيد يحيى جوسكو لا vous avez occupé des postes de ministre d'état رئيس حكومه، اليوم راكم وزير اول، est-ce que vous n'ambitionnez pas d'être de postuler à la magistrature suprême؟ Je vais vous répondre par un commentaire d'un ancien président de la République. 2006-2007 كان عندي شويه وقت، والجماعه اللي مقابلنا كانوا رايحين للرئاسيات فرنسا، دايرين حصص 10 شخصيات منهم رؤساء، جاز جيسكار ديستا الرئيس السابق، قدموا الصحفي كذا جيسكار ديستا كذا كذا كذا، قال له سي فلان، قال له من وقت بديت تبرمج روحك باش تكون رئيس جمهوريه؟ قال له جيسكار ديستا، قال له انا نظن لقاء المنصب الوصول لرئاسه الجمهوريه لقاء رجل مع مكتوب، لا رونكونت دان هوم افيك ان ديستا، هذا مسيحي. اذا كان تسقسي المؤمن اللي راه قدامك مسلم،
في الجواب لقيته. شكرا كمال. سيد أحيان الأنظار الاقتصادي إذا سمحت لي، قلتم أن دفعنا المديونية الخارجية، هذا كله الدولة تصرف، لكن هذا كله صرف لأموال البترول للريعي إذا سمحت لي. الحكومة والحكومات منذ 10 سنوات 15 سنة ما فعلت أي شيء لتقليص على الأقل الملموس، ربما دارت برامج، ما تفعل، لم تفعل أي شيء لتقليص المديونية التبعية للبترول. أصبحنا دولة، وأعتقد أنكم تشاطرون رأي، نصرفوا دراهمنا باش نستوردوا الكيوي وأشياء أخرى من الخارج ولا شيء، يعني ما زال 98%، يعني لا قدر الله البترول هذا يجي نهار ويخلص، ماذا بينا ما يخلصش، ماذا بينا يقعد ملايير سنوات. لكن الحكومة ما لازمش تعتمد على شيء من هذا. ألا تعتبرون أن هذا أكبر دليل على فشل الحكومات اقتصاديا على الأقل في السنوات الماضية، أنها ما قلصتش التبعية للبترول؟ شوف، ما قلصتش التبعية للبترول، أولا نعرف صحاب الاستاتيستيك طالعين نازلين. إذا كان عندك نفط سومته 20 دولار دونك راس العام يعطيك إكس، إذا عندك 2 ملايير دولار تاع صادرات خارج المحروقات ربما تولي 10%. إلا عندك بترول ب 100 دولار هذيك 10% تولي بالك، هذيك 2 ملايير تولي 2%. لا مش تقرب لك على السؤال. كل ما تعمل الدولة، أعطيك مثال قطاع الفلاحة على سبيل المثال، باش نقول لك وصلنا نهار طلع القنطار اللي تشري الدولة القنطار تاع القمح ب 450,000 حتى لا كان في الخارج يتباع بقل. الحمد لله رفعنا شوية المنتوج تاع القمح، ونقول لك هذه ما خديناهاش من كول كوز والسوف كوز تاع اليو ار اس اس، خديناها من اليونيو اوروبيه، هما اقتصاد ليبرالي. كي نحاول ندافع على المنتوج الوطني، قال باش تدي الفوائد تاع الاستثمار لازم كان بنيت مصنع تاخذ المنتوج الوطني ولا اخره، نحاول باش نخلق سوق للمنتوج الوطني. دونك الكمال اذا كان تقول لي في افشال، مانيش نجادلك فيه، نقدر نقول افشال رانا قاربين 50 سنة، نقدر نحكم عليها على 50 سنة. اذا كان اجيال تاع وزراء اوائل ووزراء ورؤساء جمهوريات كلهم فشلوا، هل ما يحقش نطرحوا السؤال، هل المشكل في الاشخاص او المشكل في ذهنياتنا جماعيا؟ في السياسات ايضا، السياسات والذهنيات. انا يسمحوا لي اخواني العمال يستهلوا كل زياده الاجور، كي تبقى غير تقول زيد مليح اليوم يقدروا مؤسسات راهم لاباس، بصح الا عاودت خفقت وين راه الفاكتور كونكورونسيال تاعك؟ جانا الرئيس تاع فيتنام لهنا عندها اقل من عام في تحضير الزياره، نظام شيوعي خارجيه او يحضروا الملف، نقرا الملف، نلقى سميك في فيتنام 37 دولار، مانيش نقول لازم 37 دولار تقدروا تصرفوها 370,000 تاعنا، مانيش نقول نجيبوا شعبنا 370,000، لا. كيف الناس تخدم؟ على بالي الكثير مادا بهم باك تعطيهم فرصه يخدموا. لكن باش كي نقول لك هل السؤال ينطرح فقط على اشخاص؟ بطبيعه الحال يتحاسبوا على مسؤولين. او ينطرح على مناخ. لكن الحكومة ماذا نريد؟ ذهنيات كرستها ربما احيانا لجأت للضغط، ما نجحتش في تغيير ذهنيات. 2006 2005 اذا لم تخني ذاك كنت ضد رفع الاجور، اذا لم تخني الذاكرة، قلت انه الاقتصاد الجزائري غير منتج. بالضبط في شهر مارس 2006 قلت ما يلي، لم اقول ان المطالب مشروعه، لان انا مسؤول. كي تجي طالبني بشيء ونقول لك المطلب تاعك مشروع، واش لازم يجي نعطيه لك؟ ما نقعدش من بعد مشروع وما نعطيكش. سي فوتر دوموند ليجيتيم جو لا ساتيسفي. راحت فينا ثاني واحد العاده تنوض شريحه مجال ما من المجتمع قال مطلب مشروع. الى نقول مشروع ما نقدرش نلبيه، علاش نقول مشروع؟ على الاقل نروح نتفاوض ونحاول نفهم. قال طلبت 100 ودي 100، ما تقدرش لا انت لا البلاد. هذا واش كنت تقولوا سيدي؟ هذا واش قلت؟ قلت ان لانه قلت الاقتصاد الجزائري غير منتج قائم على الريع، وكنتم تتكلموا على المستقبل، لكن من بعد تغيرت العالم.